صباح الخير، صباح النشاط، صباح التفاؤل. اليوم رح نحفز الدورة الدموية، نحرق سعرات حرارية قد ما بنقدر. إذا عنا مشاكل بالظهر أو بالركب اتبعوا الأوبشن السهل أنا رح أعطيكم إياه، وإذا الطبيب معطيكم الأوكي إنكم تلعبوا تمارين صعبة العبوا، إذا لا على الخفيف وأنا رح أورجيكم تو أوبشنز. سعد صباحك محمد. صباح الخير، شكرا عشان أنت اليوم مشاركنا الحلقة. رح نبلش أول إشي مشي على الخفيف، نحمي نرفع درجة حرارة الجسم، عضلات البطن مشدودة، الظهر مرفوع، كتاف للخلف. اوكي نبلش سيب تاتش فوق لتحت، حتى انه احنا نحمي العضلات، جاهز للحصة. اوكي ايد عكس الرجل، شوي شوي للخلف، نضرب للخلف، ابطأ ابطأ شوي. يس جمبين جاكس، ايدينا لفوق، أربعة ثلاثة. أوكي ماشي للأمام، امشوا لعنا للشاشة، نرجع للخلف، تمام؟ لهلا التمرين سهلة. حاول كتافنا للخلف نشدهم. أوكي نوقف محلنا، نرجع ستيب تاتش، برافو. هلا واحنا عم نعمل ستيب تاتش رح اشرح لكم بالضبط ايش طبيعه التمارين او الفكره منها. رح نعلي نبض القلب، نهديه. الفتره الزمنيه تاع علاية نبض القلب حتكون حوالي 30 ثانيه، والتهداي حوالي 15. جاهزين؟ 15 ثانيه مش دقيقه. اوكي نبلش جامبينج جاك، نفتح اصابع رجلينا للخارج، الركب لبرا، أربعة ثلاثة كمل كمان. هلا ايدينا لفوق، هذا شكل، برافو. اوكي ماشي، رح عاير 15 ثانية نفس. تمارين كثير سهلة انكم تلحقونا تلعبوا معنا. اوكي جاهزين؟ خلصت 15 ثانية، رح نعمل جمب جري، نستنى جمب جري، نستنى جمب، حاول ننزل لتحت، نستنى هون، ايوه هلا جمب بيربي، جمب بيربي، نرجع كمان مره كمان مره. محمد رح يشتغل مع بيربي، انا رح اشرح لكم كيف البيربي. يلا محمد جمب بيربي، كفكم على الأرض كمان بليز محمد، وحدة كفكم على الأرض، الجسم مفروض، الرجلين تنزل على الكعب، لما ترجعوا على الكعب. أوكي نهدي 15 ثانية، رح نرجع نعيدها. أنا بس حبيت أشرح التكنيك عشان ما تأذوا حدا. سكوات جمب، سكوات جمب، برافو. كعبنا على الأرض، وزننا على الكعب، ضايل 15 ثانية. خمس ثواني. أوكي نهدي نفس، 15 ثانية، ضايلنا تمرين واحد بعدين رح نعيدهم كلهم. لسه سبع ثواني، نفس. اوكي هلا طلع علي، واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث، رح اعاير 30 ثانية. ركبة على مستوى الحوض، عضلات البطن مشدودة، إذا رايحين على اليمين نرفع الرجل الشمال لفوق. عشر ثواني، برافو. نفس. Alright نهدي،
15 ثانية، يا إما بتمشوا زي ما محمد عم يعمل يا إما استبتاج. شو أخبارك؟ تمام؟ 4 3 رح نعيد من أول. جمبين جاكس، يلا 30 ثانية، عشر ثواني، ايدينا فوق، عضلات البطن مشدودة حتى نحمي ظهرنا. ستوب، ستيب تاتش، 15 ثانية راحة. تمام؟ مرتبة؟ مش تعبانين بالمرة صح؟ عم نلهد. التمرين الثاني جمب عادي، هولد ات، بنوقف شوي شوي وبنرجع كمان مرة. هولد ات كمان، هولد ات يعني نوقف نرجع. يس. 5 ثواني آخر مرة. أوكي ستوب، نفس، 15 ثانية راحة. هلأ جمب بيربي للخلف، لسه 4 3 2 1 تمام. تكمل. اللي بدي احكي لكم اياه انه في اوبشن انه تنزلوا كلكم على الارض، الصدر كامل على الارض، او نضلنا بالهواء. ستوب، نفس، التمرين اللي وراه راح يكون جري جانبي لليمين لليسار، لا سكوات جمب، عفوا. جاهزين؟ يلا سكوات جمب، برافو. لا اوكي ستوب، اخر تمرين، 1 2 3 نفس، ركبي على مستوى الحوض. معلش انا اخر تمرينين ما اعطيتكم الراحه لانه قربنا نخلص. ستيب تاتش، نفس، هدي نبض القلب، كل ما رفعنا نبض القلب شوي شوي نهدي شوي شوي. اذا بتمشوا شوي حتى يهدى تشربوا كاسه مي ويهدى القلب شوي شوي، ما تقعدوا ديروا بالكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا اليوم معنا بالحلقه، يعطيكم العافيه.